أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. طبق الحلو اللي حنعمل اليوم للي بيحبوا الكيك حينبسطوا كتير من الوصفة. حنعمل نوع من كيك الزبادي مسقي بالشربات أو بالشيرة. نشوف مع بعض المقادير. كيك الزبادي 2 كوب دقيق، 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، رشة صغيرة ملح، كوب سكر ناعم الحبيبات، 3 حبة كبيرة بيض، ثلث كوب زيت ذرة، كوب زبادي أو روب، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 2 ملعقة صغيرة برش ليمون أو برتقال، الشربات كوب سكر، 3 أرباع كوب ماء وملعقة صغيرة عصير ليمون، ملعقة صغيرة ماء الورد أو الفانيليا، سكر بودرة ناعم للتزيين. أعزائي، وصفة الكيك اللي حنعملها من الوصفات اللطيفة والحلو فيها إنها لو سبتوها في الثلاجة يومين أو ثلاثة بضل طعمها لطيف لأنه مسقية بالشربات، فبتصير أطيب وألذ. نبتدي خطوتنا بنعمل زي ما نقول تخطيط لشغلنا، إني أنا بدي أحاول أخطط إنه الكيكة بس تطلع من الفرن على طول أصب عليها الشربات أو الشيرة أو القطر وهي سخنة، فببتدي بالاثنين مع بعض عشان أقدر أنسق هذه الإمكانية التحكم في الوقت. يبقى أجهز أول إشي الشربات أو الشيرة، أنا بسميه بكل الأسماء، يعني في ناس بيقولوا لي منال أنت بتتسمي بأي لغة، ولكن أنا بحاول أختار كل الألفاظ اللي تبقى قريبة على بلدكم عشان تكونوا عارفين إيش قصدي. حطيت 1 كوب من السكر وثلاث أرباع من المي وحوالي معلقة صغيرة من عصير الليمون. مباشرة هالثلاث مكونات بحطها. في ناس كتير بيحتاروا وبكونوا قلقانين من موضوع الشيرة وكيف يعملوها، الموضوع كتير بسيط زي ما شفتوا. هنحط الثلاث مكونات ومجرد حركة بسيطة فقط في المعلقة، مجرد اني اتأكد انه اتحرك شوي. حوالي على النار وبس تغلي بوطي النار شوي وبسيبه حوالي 8 دقايق يغلي بهدوء. نبتدي هلأ نجهز الكيكة. دائما بنقول الترتيب المسبق كتير مهم والخطوات نمشي فيها بالتسلسل. تسخين الفرن على درجة حرارة 180. القالب أنا عم بستعمل هذا الشكل ولكن ممكن تستعملوا أي قالب آخر، ممكن قالب مستطيل إذا حبيتوا قالب الرغيف. مسحت القالب بطبقة خفيفة من الزبدة أو السمن النباتي، ما نستعمل زيت خلوا بالكم، ونرش رشة خفيفة من الطحين وأخلي القالب عندي على جنب وأبتدي أجهز بقية المكونات اللي أنا عايزاها للكيكة. هحتاج أنخل الطحين. في كتير ناس بيتساءلوا ليش إحنا بننخل الطحين للكيك. طبعا إحنا بننخل الطحين وخصوصا للكيك، يمكن في الوصفات اللي بنعمل فيها ساعات خبز بنقول مش موضوع، أو العجائن ما بننخل خالص الطحين، ولكن الكيك بالذات بحتاج أنخل الطحين تماما وبخفة عشان يختلط مع بقية المكونات التانية اللي أنا بضيفها زي البيكنج باودر أو أي مواد رافعة تانية. وبنفس الوقت إحنا حبة الطحين لما بتنحط لفترة في أي برطمان أو أي وعاء بتتقل على بعضها بسبب الرطوبة، فلما بنخل الطحين بهذا الشكل بعطي مجال لكل حبات الطحين تتفكك عن بعضها. حتى لو أنا مش حاطة بيكنج باودر في هالوصفة، أفرض أنا ما عندي بيكنج باودر، يبقى ليش لا أنخله؟ يفضل أني أنخله عشان زي ما قلنا نتخلص من الرطوبة والحبات تتفكك عن بعضها. ببتدي هلأ أضيف المواد الرافعة، وإحنا عنا نوعين من المواد الرافعة هون، البيكنج باودر والبيكربونات، فأرجو أنكم تلتزموا باستعمال الاثنين. في مثلا قولوا طب ما هذا بدل هذا، لا ما ينفعش، لازم نكون ملتزمين باستعمال المكونات الرافعة على حسب ما هو مذكور في الوصفة. هحتاج رشة من الملح أو 8 معلقة صغيرة أو ما بين طرفين الأصبعين. يبقى هالمكونات احنا حنجهزها على جنب، وزي ما قلنا خليني أراقب القطر. هو بصراحة ما بيحتاجش مراقبة، ولكن بس عشان تكونوا انتم مطمئنين انه القطر في منتهى السهولة ممكن أسويها. هلأ عندي القطر ابتدى ياخذ غلوة خفيفة، بوطي النار زي ما اتفقنا ويبقى عندي جاهز. نبتدي هلأ نجهز خليط الكيك نفسه. هحتاج هلأ أخفق البيض
هالمكونات حنحطها هلا كلها مع بعض. بس خلينا احط، احنا عندنا في خلطه الكيكه هاي ثلاث بيضات، يفضل اني استعمل بيض كبير الحجم، يبقى عندنا ثلاث بيضات، واضيف لهم مباشره مقدار السكر، ويفضل دائما اني استعمل سكر ناعم الحبيبات عشان بسرعه يذوب عندي السكر ويختلط. هنحط شويه فانيليا وابتدي اخفق لغايه ما يصير عندي طبعا البيض هش. البيض هلا صار عندي خفيف، خليني ارفع لكم اياه بالمضرب هيك عشان تشوفوا بس بيبقى كيف شكله. ببتدي اضيف الزيت، وانا هون عم بستعمل زيت ذره، او اذا حبيتوا زيت دوار الشمس حضيف مقدار الزيت، عنا ثلث كوب، وابتدي بس اخفق خفقه بسيطه. انا هيك وقفت مجرد هالحركه السريعه. حضيف هلا شويه برش برتقال، هذه إضافة عشان بيعطيني طعم كتير لطيف، وخصوصا مع طعم الزبادي حتحسوا هلأ إنه طعمه فعلا مميز. خليني بس أتخلص من كل هال. يبقى أنا هلأ حضيف الزبادي وخليط الطحين، والزبادي يكون طبعا بدرجة الحرارة العادية، مطلعينه من الثلاجة قبل بوقت عشان أضمن إنه اختلط كويس مع بقية المكونات. خليط الكيك عندي جاهز، واحنا اتفقنا انه نجهز القالب قبل بوقت عشان فعلا ما نحتار واحنا عم نطبخ ما نتفاجئ باي تقصير. فالقالب عندي جاهز، وابتدي اوزع خليط الكيك في القالب. اتاكد انها كلها اختلطت كويس، وابتدي اصب الخليط بهالطريقه. خليط الكيك هلا وزعناه في القالب، طبعا بدخله الفرن زي ما قلنا على درجه حراره 180، باخذ حوالي 40 دقيقه، وممكن انا اختبر النضج واتاكد انه استوى ما بين 25 ل 30 دقيقه. خلينا نشيل هذا على جنب، وعندنا هيك الكيكه بيبقى شكلها بس تطلع من الفرن. وعندي هون الشيره سخنه، هبتدي هلا اوزع الشيره. ممكن استعمل في الاول معلقه بس عشان اسقي فيها، واذا احتجنا السباتولا او الفرشه هذه في النهايه. هبتدي هلا بهدوء اوزع الشيره السخنه بهالطريقه شوي شوي، خلوها تاخذ وقتها براحتها جدا عشان فعلا تتشرب بالشيره. بس خلوني انا نسيت ما اعمل اشي بسيط اللي هو اضافه ماء الورد. قطرات من ماء الورد، وابتدي اوزع الشيره بهالطريقه. زي ما اتفقنا ممكن الكيكه هاي تحطوها بالثلاجه يومين ثلاثه، تبقى كتير لطيفه للدوام، ممكن الاطفال يحبوها لانه طبعا فيها زبادي فقيمتها الغذائيه حتبقى صحيه، وبنفس الوقت احنا عم نعطيهم كالسيوم، نعطيهم بروتين، فممكن الاطفال ياخذوها للمدرسة كوجبة خفيفة. حبتدي هلأ بالفرشة بس أتأكد إنه كل الأطراف عندي مسحتي كويس. ريحتها كتير لطيفة.
ولمستنا الأخيرة أو الإضافة الأخيرة هتبقى الآيسينج شوجر. هلا مجرد ما حرشه حيمتصه القطر، ولكن حيعطيني هيك تيست كتير لطيف. طبعا أنا حستنى عليها هلا، ما بنفعش ناكلها هلا، لابد إنه نعطيها مجال كل هالقطر هذا تتشربه ونستمتع في طعمها. من الوصفات اللذيذة، وزي ما شفتوا ما أخذتش منها أي وقت. خلطنا مكونات الشيرة مع بعضها وسبناها على النار لحوالي 8 دقائق. نخلنا الطحين مع البيكنج باودر والبيكربونات والملح. خفقنا البيض مع السكر. أضفنا الزيت. أضفنا خليط الطحين مع الزبادي. ووزعناه في القالب. وزعنا الشيرة السخنة على الكيك ورشيناها بالسكر الناعم.